أباطرة الشيعة يتساقطون الواحد تلو الآخر. عليكم السلام استاذ اشرف، شلونك؟ الحمد لله، تفضلين معاي. الله يسلمك. محمد شلونك؟ محمد منين يا محمد؟ محمد من العراق، من بغداد. شيعي يا محمد؟ لا لا، سني. تفضل يا محمد. الله يسلمك استاذ، دزيت لك حديث على الخاص مال رقمك 45، اذا ممكن يعني تشوفه ونقدر نحكي بيه لو لا. والله يا محمد احنا عندنا حلقة اليوم، بس اشوفه لك الحديث. انت دزيته امتى؟ اي والله، دلوقتي؟ الخاص مال، اي الخاص مالتك على 45. طيب الحديث بيقول: السلام عليكم، اتمنى الاجابة عن هذا الحديث. ثانية واحدة بس، الحديث صورته مش ظاهرة عندي. حديث الصورة هي بالضبط الصورة. ثانية واحدة يا حبيبي عشان اتصال بس. نعم. اللي هي شبهة الذكر والأنثى. راجع حلقتي يا طيب في موضوع مع اسمه ايه ده، مناظرتي مع حسن ياري، هتلاقيني رديت على الموضوع ده تمام، وأثبتت أن هذه القراءة كانت شاذة. راجع حلقتي في مناظرتي مع حسن الله ياري في تحريف القرآن، هتلاقيني رديت على الشبهات دي. شكرا ليك يا طيب. يعني الأستاذ هتلاقي الرد موجود في هل من الحلقة دي الممكن، يعني قاعد أشوف أن الشبهات يقولون أنه هذا تحريف. يا عم. راجع الحلقة، احنا مش موضوعنا التحريف النهاردة، الله يفتح حالي. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ أشرف، شلونك؟ مرتضى ستار، اتفضل يا مرتضى. انا مرتضى السعيدي. نعم، مرتضى السعدي. يا السعيدي، أستاذ عراقي أشرف. شيعي نعم، 12 مجادل، بعرف الناس بيك. اتفضل يا مرتضى، عندك رد على سؤالنا؟ نعم بس نعم، عنده رد اتفضل يا مرتضى. استاذ. نعم استاذ اشو، اولا احنا عندنا فاطمه الزهراء سلام الله عليها، هي معصومه من الخطا والسهو والنسيان، فهذه الايه يعني تذكر الذي ينسى، ينسى المرء. الله سبحانه وتعالى يقول: فتذكر احدث ممكن اخرى. طيب معلش يا مرتضى، احنا بنقرا في ايات يا مرتضى بس عشان انت رحت في موضوع تاني. احنا مالنا بالنسيان دلوقتي تمام؟ هو النسيان هي تمام؟ احنا بنتكلم عن الوصيه والمال والارث والشهاده تمام؟ الشهاده قال لك رجل وامراتان في الشهاده، لما يجي نشهد كده اذا فاطمه وقفت في محل شهاده هي تحتاج معها امراه اخرى ولا انها شهادتها تعادل شهاده رجل بموجب نص هذه الايه؟ هو ده السؤال يا استاذ مرتضى. لا لا تمام. نعم نعم استاذ اشرف، انا نعم احنا يعني هذه الايه لا تخضع عليها فاطمه الزهراء عليه السلام. الدليل بقى لانه من ضمن معلش المعصومين. يا استاذي يا استاذي يا استاذي، الدليل نعم. انها لا تخضع لها، بس دليل اصل تقول لي من ضمن الدليل. المعصومين يا عم الحاج. نعم. يا عم الحاج. نعم. يا عم الحاج. اسمع يا عم الحاج. يا عم الحاج. نعم. لغه نعم. المنطق اهدمها لك الان. تحب اهدم لك لغه المنطق الان؟ اللي انت بتقول لي بما انهم معصومين فهم لا يخضعون لاحكام القران. ها هذه الايه من اعلم يا استاذي؟ من يا استاذنا آية. مرتضى يا استاذنا يا استاذ يا استاذ مقيده استاذ اشرف، ايه مقيده. نعم. اديني دليل التقييد باقوال الامام بس عشان ننهي الموضوع. نعم. اتفضل استاذ اشرف، احنا بالنسبه للايه يا مرتضى يا مرتضى يا مرتضى عشان وقت الجمهور. نعم. تتكلم من راسك تبص كده وتحط جنب الحيط. لا لا لا، ما تتكلمش ولا تتكلم بالقران من هواك، هتتكلم بالقران بقول الامام. انا عندي قول الامام في تفسير الايه، اسمع تمام. ادي الامام في كتاب تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي الجزء الاول صفحه 299، ممتاز. ادي يا اخواننا الاحبه بارك الله فيكم تفسير الايه. وفي كتاب القصار عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام: ساله ابي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز كذا 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 كذا، الى ان يقول: قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. يلا، لا استثنى فاطمه ولا استثنى احد في الايه القرانيه. انا سؤالي ابسط من البساطه، هتستثني طلع دليل الاستثناء بقول الامام. نعم. هتجيب من القران تطلع لي ان الامام في القران ايضا استثنى فاطمه. سؤال لك يا مرتضى، ممكن بلغه المنطق؟ نعم. من الذي كان ياتي لمحمد ويعلمه القران؟
من الذي يأتي؟ لمحمد ويعلمه القرآن. أكيد الوحي غير الوحي. يعني هل الوحي أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم وعلي؟ لا أكيد لا. شكرا لك، ضربت لك لا لغة أكيد لا. المنطق، ضربت لك لغة المنطق. استاذ يلا بقى لا جاوب خلي على كمل، السؤال، بس كمل جاوب على السؤال استاذ اشرف. بالدليل. استاذ اشرف صفحة كذا بالنسبة للآية، يا الآية مرتضى، بالنسبة في صفحة كذا في كتاب كذا. شفت انا ضربت لك دليل اهو، المنطق بتاعك. لان لو بالمنطق يكون الوحي لابراهيم اعلم من علي بن ابي طالب واعلم من محمد صلى الله عليه وسلم. ممتاز، لان هو وحي الانبياء منذ ادم الى محمد، فيعلم كل ما تم نقله من المولى عز وجل لجميع الانبياء. الان استاذ سؤالي اشرف، واضح بس يا مرتضى، عشان بس وقت الجمهور. انت تقيس، انت قلت قياس انت استاذ اللي اشرف. حطيت القياس مش انا ورب الكعبه، فانا ضربت لك نظريه المنطق والقياس. يا مرتضى، مرتضى ايه ده؟ تذكرني مثل حق الانثيين، يا لماذا لم مرتضى، تشملها يا في مرتضى، غاشتي ارث النبي؟ يا هذا برضه مرتضى، يا مرتضى، سمعتني؟ يا نعم مرتضى، نعم اهدى عليا. طلع لي استثناء فاطمه من الايه. وانا قلت لك استاذ اشرف انه احنا معصومه، فاكيد تستثنيها. دليلك بقى الاستثناء. طب اقول لك على حاجه، مين من مراجع الشيعه، مين من مراجع الشيعه قال ان شهاده فاطمه تعادل شهاده رجل؟ يلا احنا على القياس ده اشرف، على القياس. ارحم امي وابويا وارحم المشاهدين. انت الان دينك منين؟ من راسك دلوقتي بيطلع الدين الشيعي من راسك؟ يا اخي طلع دليل استاذ مرجعي اشرف، او دليل عن اهل استاذ البيت. اشرف انت يا اخي صدعتونا يا اخي، 1200 سنه اتباع الثقلين القران والعطره. نحن من احيينا القران والعطره، نحن من اقمنا القران والعطره، نحن من اتبعنا القران والعطره. احنا الذين اخذنا عن المعصومين وانتم اخذتم عن الصحابه. احنا الذين فين يا عم؟ ما فيش دليل. استاذ اشرف، استاذ اشرف، كل اللي بيتصل ما شاء الله بيالف دين وهو قاعد، كل اللي بيتصل بيالف عقيده وهو قاعد. عندك دليل اخر مره؟ يعني إذا على القياس، يعني الآية اللي عندما تقول يوصيكم الله للذكر من فاطمة الأنثيين، لماذا ما استثنيت فاطمة من هذه الآية في حادثة مش احنا اللي استثنيناها يا عمي، يا عم مش احنا اللي استثنيناها رب الكعبة، مش احنا اللي استثنيناها. جعفر الصادق، هو هاي جعفر الصادق نفس حديث ابو بكر، نفس حديث ابو بكر، هناك استثناء جاء بحديث. تمام، نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدق، نفس حديث ابو بكر، نفس حديث جعفر الصادق. ممتاز، عندك استثناء بحديث. ما انا طلبت منك استثناء بحديث، ما طلبتش استثناء بهوى. ففي ارث فاطمة عن النبي هناك حديث قيد، وهناك حديث في دين الشيعة قيد. أسألك سؤال، المرأة ترث زوجها أم لا؟ نعم ترث زوجها. لماذا قيد في الدين الشيعي عدم إرث المرأة لزوجها من العقار والأرض؟ نعم أنا سبي وليس أستاذ أشرف، لا سبي جاوبني على قدر سؤالي، وليس أرثية. لماذا نعم حرمت المرأة من إرث زوجها في العقار والأرض مع أن القرآن لم لأن يأتي بذلك؟ لأنها ترث أبيها، ما يا يصير عم انا بسألك سؤال، جاوبني على قدر السؤال. لا هناك القرآن، سبيل القرآن هناك جاء من مطلق. الطلاق القرآن يا عم مرتضى، اسمح لي يا عم مرتضى، بالطلاق ينتهي يا بالطلاق، عم اسمح لي مرتضى، ينتهي بالطلاق، يا عم مرتضى، معلش ينتهي يا عمي، بالطلاق. جوزها مات وهي على ذمتها، لماذا لا ترث في العقار يعني والأرض؟ قلت لك انا بالنسبة لي لانه ما يصير ترث من الاب، من الاب ومن الزوج. روح نام يا ابني، انت كذاب وعارف انك كذاب وعارف انك بتكذب. لأن هتقول لي جاء حديث عن الإمام قال أبي عبد الله النساء لا يرثن من الأرض ولا العقار شيء، فالحديث قيد حكم الآية. لكن مش قادر تقول، هتقول لي أصل طلقها منتهى بالطلاق، هو قال لك طلقها في القرآن؟ دينكم عجيب يا أخي، كل واحد بيخترع دلوقتي، والله بيخترعوا مع دين، هيألفوا كتاب جديد ولو أشرف غريب قال وفاطمة شهادتها تعدل شهادة 10 رجالة، مش هتقول لك على رجل واحد بس. يلا يلا طلعه طلعه طلعه، يقول لك نحن الاتباع، اتباع فين؟ السلام عليكم. ده انا نفسي واحد يقول لي قال الامام في اسئلتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل معايا. أبو طالب الشبلي. أبو طالب الشبلي شيعي. نعم، الحمد لله. طيب عارف موضوعنا اليوم يا ابو طالب الشبلي؟
لا سمعت تتكلم عن المتعة لا لا مش في موضوع الشعر. عن المتعة، لا لا مش موضوع عن المتعة. موضوعنا بنتكلم شنو؟ فيه عن هل تتبع أنت كشيعي المراجع أم الأئمة؟ ماكو فرق المراجع والأئمة. لا هناك فرق ما بين المراجع والأئمة. الأئمة المراجع ياخذون من الأئمة. طيب عندك مثلا زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت الإمام علي، هل ورد عن الأئمة أن الزواج لم نعم. يتم؟ مثلا رواية أن الزواج لم يتم؟ الزواج كان الإمام علي عمره 25 متزوج، وكان حبيبي ركز معايا عمره 56. أبو طالب اسمع الشبلي لا تقطع علي، يا أخي، لا افهمونا تقطع الجمل علي. واسمعونا وردوا رد منطقي اسمعني، شوية. أنا بسأل سؤال، هو منطقي منطقي أنا منطقي بسأل سؤال، منطقي منطقي اسمع منطقي. وافهم ثم تحدث براحتك. هل ورد دليل عن الأئمة، ركز في السؤال، أن زواج عمر من أم كلثوم لم يتم؟ ده السؤال. لم يتم، هل ورد دليل عن الأئمة بذلك؟ والدليل دليل عن الإمام، والدليل يعني أنا عندي الدليل 13 ليش دليل، أنا اسمعني، عندي 13 دليل عن الإمام أن الزواج تم. هات لي دليل أن الزواج لم يتم. اتفضل. صار الإمام علي لما تزوج الزهراء كان عمره 25 سنة، وكان عمره 56 سنة، كان عمر جيل عمره 56 سنة. الزهراء أنجبت 4 أطفال، يعني كل سنة واحد 4 سنين، إذا أم كلثوم عمرها 3 سنين، يعني توفى عمر وعمره 63 سنة. خلصت؟ نعم. أنا سألتك، شوف بقول لك إيه، عايز حديث عن أهل البيت، رواية عن أهل البيت، اي هذا رحت قلت لي عليه تزوج هذا الزهراء لا حديث من عاشر، وعمره، وأنا ماليش دعوة، عشيرة أنا دلوقتي موجودة، معلش عشيرة استنى استنى موجودة. استنى استنى، إيش علاقة أن علي تزوج بالزهراء بسؤالي؟ بقول لك ورد عندي 13 دليل عن الأئمة أن عمر تزوج بنت الإمام علي أم كلثوم. عندك دليل عن احنا الإمام أن عمر لم يتزوج من بنت الإمام، أم إنك أخذت بكلام المراجع؟ أنت بتقول ماكو فرق ما بين العلماء وأهل البيت. هذا يأخذ من هاي مو هذا مراجع، هاي مال المراجع يعني. هاي كتب السيرة مال، لا لا هاي كتب السيرة مال علماء السنة، أرجع كتب الله علماء المستعان. يا عم أبو طالب الشبلي، أصول. يا أبو طالب الشبلي، أنت بتاخد دينك من علماء نعم. السنة ولا بتاخد دينك من علماء الشيعة؟ تاخد دينك من لا حسب الائمه ولا العلماء تاخد وضحنا. دينك من اهل السنه؟ انت بتاخد دينك، انت نعم. كشيعي دايما بتقول انا من اتباع الكتاب والعتره، صح؟ نميل احنا مع الحقيقة، نميل مع الدليل. الدليل يقول ان الزواج تم، المراجع رفضت الزواج، تصدق المراجع ولا تصدق الائمه؟ لا لا ما قالوا الائمه ما نفوا. قالوا؟ نعم طب وإذا جبت لك أدلة إن الأئمة قالوا بالزواج، ماذا أنت فاعل؟ احنا كل شيء طالب القرآن والحديث والسنة ما ناخذه، أيوه هات لي لأنه بقى، عندنا كتاب صحيح مثل يعني إيه كتاب يخالف، المسلم. يعني أنت ما شاء الله حاطط قاعدة بنت لذينة، يعني إيه يخالف الحديث القرآن والسنة؟ يعني إيه يخالف القرآن والسنة يعني؟ نعم أين مخالفة زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم للقرآن؟ اتفضل. لأن الرسول يقول أبناءنا لا أولادنا، إيه؟ بناتنا لا أولادنا. بناتنا لأولادنا، ده في القرآن؟ نعم ده في القرآن في السنة. فين في السنة قال النبي بناتنا لأولادنا؟ اتفضل في كتبنا يلا اتفضل اديني بناتنا لأولادنا في كتبنا عشان نشوف دلوقتي كيف زوج أصلا ابنتيه لعثمان بن عفان في كتبنا. اتفضل راجع كتبنا، طلع الدليل، طلع ما الدليل. راجع أنا مش كتبنا، راجع هراجع، كتبنا. أنا مش هراجع، أنت طلع الدليل. ثم أين مخالفة زواج عمر بن لا الخطاب من أم كلثوم؟ يعني عندك في الدين الشيعي أن عمر بن الخطاب عندما توفى ذهب عليه فأخذ أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته، والحديث صحيح تمام، هي واعترف علماء. اصل عمر، اصل عمرها 3 سنين، يا عم أنا شاب بقول عمرها يا شاب عم، اشرب، اصل عمرها 3 سنين، هي اصل عمرها 3 سنين. راجع السيرة. أنا راجع السيرة؟ لا انت اللي راجع السيره مش انا اللي راجع نعم السيره. نعم اسمع ابو طالب الشبلي، عمر
ابو طالب عمر الشبلي. كل عمر عمر من متى زمان ولدت سعيد ام كلثوم؟ تعالى تعالى، متى، في اي عام، في اي عام هجر ولدت ام كلثوم؟ الإمام علي كل عمر من زوج يا الزهراء عم ماليش دعوه 25 بجواب سنة، علي من فاطمه، انا بسالك سؤال في وعمر كتب كل السيره. عمر عمر كل عمره 56 يا سنة، الله ما بيفهم هو توفى ب 63 سنة على 4 سنين. يا ابو طالب، انت عايز تفهم حبيبي ولا عايز تتكلم وخلاص بعصبيه؟ مو اتكلم بعصبية وقاعد اقول لك شلون تزوج طب ما عمره تيجي نتكلم عثمان علي بالدليل، موجود تعالى نتكلم بالسيرة، بالدليل، سيبك من هاي الكلام عند السنة الانشائي، والشيعة. سيبك من الكلام هو الانشائي. الدليل، الدليل انت الدليل لا قال مو الامام. جاي، لا يا عمي انا بسالك سؤال كراجل شيعي، هل الدليل قال الامام ولا الدليل كلامك الانشائي؟ ها اخي مو كلام الشاعر، ارجع للسيره، ارجع للسيره، ارجع انا ارجع للسيره بسالك مع انت على العلماء اي اساس؟ ما انا سنه عارف شيعه. السيره ومعايا وهو الكتب توفى ومعايا الدليل. الامام علي وعمره 25 سنه، وكان عمره 56 سنه خلصت لما تزوجها. اينا خلصت خلصت وتوفى عمر 63 سنه، اذا الفرق 7 سنين، خلصت انجبت 4 ابناء من خلصت سنة واحد، 4 سنين من 7، 3 سنين عمره. خلصت خلصت. تفضل تفضل. معلش يعني عايز اتكلم بدليل ولا كلام انشائي برضو؟ هذا مو كلام الشاي طيب استاذ اشرف، مو كلام الشاي، طب تعالى بقى اتكلم بالدليل بالصفحه. ما تعرف وتعلم بعدين جاوب. مش عايز ارد. لا في اي عام هجري ولدت ام بدل كلثوم؟ السيرة اسمع يا يا ابني إمام علي. اسمع بقى، في اي عام هجري ولدت ام كلثوم؟ رد علي، شنو؟ ما هو العام الهجري التي ولدت فيه ام كلثوم بنت علي؟ ولدت سنه كام؟ استاذ اشرف رد عليا بقى، سيبك من صوت اشرف، سيبك من الامام صوت اشرف دلوقتي، سيبك من صوت اشرف. هنتكلم بالادله، هنكتب التواريخ وهنطلع التواريخ من الكتب السيره وكتب الانساب. انا بسالك سؤال، كتب سيرة شيخ عمر كان الامام علي. انا ماليش دعوه بعمر الامام علي، انا بسالك في اي عام هجري ولدت ام كلثوم؟ ده سؤالي. في سنه كام هجريه ولدت ام كلثوم؟ ده سؤالي. هتخش لي اصل علي تزوج فاطمه والقصه اللي بتكذبوا فيها في المنتديات دي هخربها لك الان. انا سؤالي واضح تاني، في اي عام هجري ولدت تعلم ام تعلم كلثوم؟ بس تعلم. اتفضل رد عليا، اذا اكو ست بس اسمع لك، انا ما اسمع لك. في اي عام هجري ولدت ام كلثوم؟ اتفضل. اول مره شو وقت تزوج الامام علي حتى طلعت يا عم كلثوم ماليش دعوه بزواج الامام في علي، العالم هيك؟ يا عم انا بتكلم في دلوقتي في يعني كتب. شو طلعت كلثوم؟ يا عم انا بتكلم دلوقتي شو في طلعت سؤالي واضح، كلثوم؟ ام يا كلثوم بنت سنه، الامام علي يا سنه تزوج، ولدت سنه كام هجريه؟ اتفضل رد يا سنه عليا. تزوج، يا يا عم سنه رد تزوج، على قدر يا سؤالي، سنه تزوج. في اي عام هجري لا 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 ولدت؟ تغلس على العالم، لا تغلس، لا لا تغلس على العالم، طب لا تغلس. تعال اسمع كده، ادي مصادرك وكتبك اهي، تعالى كده. وكذب، قول اللي كاتب نعم الكتب دي حمار تمام وكذاب، براحتك بقى قول اللي انت فيهم اللي عايز اطفاء تقوله. الوطن، بس اسمع بقى، لا راعي فيها ولا سنة. اسمع يا حبيبي، اسمع يا حبيبي، اسمع يا حبيبي. يلا بتقول لي اصل انا ببحث عن الدليل تمام، وانا عارفك انت رجل صدمت تمام. لا بسم ما الله في الرحمن دكتور الرحيم، يعكس. اسمع بدون بس بتاع. ادي يا اخواننا الاحبه على الشاشه، نوريكم في اي عام هجري ولدت ام كلثوم و لا 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 تغلس، لا تغلس، لا بس تغلس، بس قال بس عمره بس بس، بس 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 لا بس تغلس، بس قال اسمع عمره اسمع الامام ما علي، تصدمش، لا تغلس اسمع على ما العالم، تصدمش، اسمع ما تصدمش، اسمع وخلي عندك ادب الاستماع، ما صدق. لا 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 اسمع لا، وخلي انا قلت عندك لك ادب الاستماع، اخوان، خلي بدل عندك ما ادب بيعوا الاستماع. اخوان، اذا انت مسلمين صحيح وتوحدون الله، قول له جل عمره الامام علي تزوج. ادي كتاب، ادي كتاب اخواننا الاحبه، سيظهر على الشاشه، منتهى الامال في تواريخ النبي والآل. ممتاز، اصل احنا مش احنا اللي بندلس، احنا بنجيب بالدليل. ادي يقول لك هنا، وزينب الكبرى المكناه بام كلثوم من فاطمه بنت رسول الله. يبقى اعتراف ام كلثوم الكبرى امها فاطمه الزهراء، ده في اعلام النساء المؤمنات. اللي بعده تمام، ام كلثوم بنت الامام علي عليه السلام، اهي ولادتها السنه السادسه للهجره. سامع يا ابو طالب الشبلي ولا مش سامع؟ ها ابو طالب الشبلي، اوعى تكون مشيت. والله مشي وقفل الخط، تصدقوا ان جري وقفل الخط؟ ازعل انا ولا ما ازعلش بقى؟ ها ازعل ولا ما ازعلش بقى دلوقتي؟
لما جينا نجيب له الأدلة فر. أم كلثوم ولدت سنة 6 هجرية. ركزوا إخواننا الأحبة بقى، عشان هو يقول لك أنا مالي أبو علي تزوج فاطمة سنة كام؟ مش ده موضوع، إيش علاقة زواج علي بفاطمة بأم كلثوم؟ يبقى إذا تقول المرويات وكتب السير أم كلثوم ولدت 6 هجرية. تولى عمر الخلافة سنة كام إخواننا الأحبة؟ ها؟ 13 هجرية. يعني كان عمر أم كلثوم كم سنة عند حين تولى عمر الخلافة؟ قلنا 6 7 8 9 10 11 12 13 7 سنوات. كان عمرها 7 سنوات حين تولى عمر بن الخطاب خلافة الايه؟ المسلمين. طيب عمر جلس في الحكم 10 سنوات، لو تزوجها عمر بعد 5 سنوات من ولايته على المسلمين يبقى عمر ام كلثوم كان في ذلك الوقت كام سنه؟ 12 سنه. 12 سنه يعني كان سنه 13 14 15 16 17 هجريه، كان عمر ام كلثوم 12 سنه في ظل السنه الخامسه من خلافه عمر. ممكن عمر كان يتزوج عمر 10 سنوات 11 سنه او 12 سنه، لكن الشيعه تتورط. يبقى اذا لما تيجي تتكلم كشيعي تكلم بدليل يا حبيبي. يا اللي بتقول انا من اتباع اهل البيت وتتمطع قوي. السلام عليكم. يتمطع يقول لك انا من اتباع اهل البيت، ولما نيجي نزنقه في اتباع اهل البيت لا. احنا من الاخر يا عم اشرف بنكذب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل معايا. ألو. تفضل معايا. أبو محمد، وياك أبو محمد. أبو محمد شيعي ولا سني؟ لا شيعي والحمد لله. طب تحب تشارك معنا في الموضوع اللي احنا فاتحينه النهاردة دلوقتي؟ نعم، في قضية طاعة ولي الأمر يعني؟ آه، تحب تشارك معنا فيه؟ لا. تفضل. يعني هو السؤال بنسأله، إذا كان ولي الأمر يصلي ويصوم ويعبد الله، هل طاعته واجبة أم لا؟ طبعا هذا مطلقا، يعني السؤال مطلقا يجوز إذا كان هذا ولي الأمر قد استلم ولاية الأمر استلمها بطريقة صحيحة وأصبح مجمعا عليه ولم تكن عليه شائبة. طبعا بمعنى ماذا استلمها؟ ماذا تعني استلمها صحيحة؟ ما هو الاستلام؟ ما معنى استلمها صحيحة يعني؟ يعني استلم ولاية أمر الناس بصورة صحيحة ولم تكن هنالك، يعني خلينا نقول أجمعت عليه الأمة، كانت بيعته صحيحة، لم يكن هنالك خلاف في ولايته في تسلمه للسلطة. طبعا تكون يعني طاعة أتوا واجبة فيما إذا كان يريد صلاح الأمة، أما إذا كان غير ذلك فطاعته لا تكون واجبة. لا أنا بطاعته يعني أنت دلوقتي شايف إذا كان ولي الأمر تمت بيعته وإذا كان الهدف صلاح الأمة وكلام، هل الخميني عندك طاعته واجبة؟ كان ولي أمر في سنة من السنوات بثورته الشيعية في إيران عندما أخذ الخلافة بالغلبة أو أخذ الولاية بالغلبة، هل كانت طاعة الخميني واجبة في تلك الحقبة؟ جاوبني بس على قدر مفهوم الخاطئ. لا جاوبني. هو الخميني لم يكن ولي أمر على الدولة الإيرانية الإسلامية أو اللا إسلامية؟ لا الخميني لم يتعرض، السيد الخميني رحمة الله عليه لم يتعرض إلى أنه ولاية الفقيه على أن تكون الأمة طاعته على الأمة واجبة، بدليل أن هناك كثير من المسلمين. هو الخميني أخذ الخلافة بالغلبة أم أخذها بالتعيين والتنازل أم أخذها بالوراثة؟ لا هذه ولا تلك، لا خلافة ولا تنازل ولا كذا، إنما هو رأي فقهي ومبنى فقهي
وجد عنده طب معلش نفس قول لي، العقد، كيف اصبح وبدليل الخميني، انه استنى كيف اسمع اصبح يا اخي، الخميني، كيف اصبح اسمع الخميني رئيسا لايران؟ اشرح لي كده كيف اصبح الخميني رئيسا اسمع لايران. اسمع اتفضل. يا اخي، ايوه انا لا بسمع. تقاطع ارجوك، لا تقاطع لا لا داخل معلش، نفسي، اصل لا تقاطع. احنا بنتعلم تاريخ جديد منك يا ابو محمد. يا ابو محمد احنا نشرات شوف الاخبار دي كلها كذابه والتاريخ كله مكذوب، فعلمنا انت التاريخ الجديد، كيف تولى الخميني السلطه في ايران؟ ايه اعطيني مجال، دعني اتكلم، دعني اتكلم، انت لا تتركني اتكلم. كل ده دعني ما ادتكش تتكلم. اقول لك ما هي حقيقه ولايه، اسمع يا سيدي. اسمع يا ايه؟ الو، تقول اسمع يا ايه؟ اقول لك اسمع يا، اسمع يا اخي ارجوك. اتفضل. اولا هذه المفاهيم التي قلتها انها كلها مفاهيم خطا وغير موجوده. الخميني لم يكن لا حاكما شرعيا، يعني تجب طاعته على جميع المسلمين، ولم أنا يدعي أتحدى، ذلك، شوف أنا وإنما هو كلامي في الدولة دعوه. الإيرانية، هل نعم خميني، اسمعني، دعني أكمل. لماذا تقاطع؟ أنت ليش بتنط تقاطع؟ ليه في الموضوع؟ أنت ليه بتفتح سكك بتفتح لنفسك فتوحات ليه؟ وليه الشيعي لما أجي أقول له كيفية، لما أجي لو جيت سألتك طريقة عمل الشاي مثلا، الشاي اللي إحنا بنشربه، إزاي نعمل الشاي يا أستاذ أبو محمد؟ هتقول لي لا يا أخي، قبل ما نعمل الشاي مش الأول نشوف المية بتيجي منين؟ طب المياه بتيجي من الحنفيه. لا لا لا، حنفيه ايه ده، لسه قبل الحنفيه، احنا هنتكلم دلوقتي عن حاله تبخر المياه في المحيطات والانهار، ثم صعودها لطبقات الجو العليا، ثم بعد ذلك تكون السحب، ثم بعد ذلك السحب دي بتمشي من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض، ثم بعد ما تاتي من مناطق الضغط المنخفض تحدث اما امطار تصاعديه او اعصاريه او تضاريسيه. انت هتشرح لي قصه نزول المياه عشان اوصل لاجابتي يا اخي، ما ترد رد مباشر يا اخي. مدرس جغرافيا انت؟ مدرس جغرافيا انا، شفت عرفت ازاي؟ تفضل رد اسمع على قدر سؤالي. اسمع، الخميني كيف حكم اسمع إيران؟ انت خليتني، انت ما تنطق اتصال ولا تعطي مجال للرد، قطاعة ولي الامر يا استاذ ابو محمد، اسمع. يا استاذ ابو محمد معاك الوقت، بس بالله عليك ما تلفش وتدور زي موضوع المية والشاي. انا سألت حضرتك سؤال، تمام؟ انا بسألك سؤال الآن، في الثورة التي قامت في إيران في حدود دولة إيران، هل كانت خلافة الخميني قامت بالغلبة أم لا؟ تفضل. أولا أجبتك، أنا في أول كلام أجبتك وأنت ما أعطيتني مجال أنا أكمل. قلت لك الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، هذا مبنى فقهي. تعرف شنو مبنى يا فقهي؟ عم كمل لما كمل تعرف كمل شنو كلامك، مبنى كمل. فقهي؟ كيف حكم الخميني إيران؟ أنا أشوف سؤالي، كيف مبنى تولى الخميني فقهي، يا مبنى أستاذنا؟ فقهي، ولم تكن طاعته كيف واجبة. اسمع يا تولى، أخي كيف دعني أكمل. سؤالي بيقول كيف تولى الخميني السلطة في إيران؟ سؤالي والله. يا أخي دعني أكمل، ما تخلي واحد يكمل أصلا، يعني أنت يا عم تعرف. أكمل بس خليك يا في صلب الموضوع، دعني كيف أكمل، تولى الخميني السلطة في هو ده إيران؟ صلب الموضوع، هو هذا صلب الموضوع، هو هذا صلب الموضوع، هو هذا صلب بالموضوع. دعني أكمل ولو دقيقة، أنت لا تدعني أكمل لأنك لست على استعداد أن تسمع يا أخي، اسمع زين، دعني أكمل. ألو، ما تكمل يا عم الحاج، انا ساكت اهو. يلا يلا، الحمد لله، إذا ساكت الحمد لله. قلت لك السيد الخميني عندما قام بالثورة، هي ثورة على حال كل الثورات، لم تكن طاعته واجبة حتى على جميع الشعب الإيراني المسلم، بدليل أن هنالك كثير من الإيرانيين لا يقولون بولايته ولا يقلدونه، وإنما كانت طاعته كولي فقيه مبنى فقهي على مقلديه فقط، ولم تكن طاعته واجبة على كل المسلمين، لا في إيران ولا في خارج إيران. سؤالي بقى كان بيقول لحضرتك كيف تولى الخميني السلطة في إيران؟ الآن السلطة صارت السلطة في إيران بعمل ثورة، هذه الثورة أدت إلى الإطاحة بنظام الشاه المقبور الذي كان عميلا لأمريكا وللغرب، جاء نظام إسلامي طرحه السيد الخميني لا أكثر ولا يعني أقل. كانت خلافته بثورة، يعني بغلبة بالقوة، صح؟ ليست خلافة، أنت تقول كانت خلافة تسميها خلافة، رئاسته ليست بالغلبة، خلافة، كانت ليست رئاسته خلافة، يا عم، كانت ليست رئاسته خلافة. بالغلبة.
تمام، كانت رئاسته بالغلبة، صح ولا مش ثورة. صح؟ نعم ثورة ثورة يبقى ثورة إذن خلافة أو رئاسة الغلبة تجوز عندك كشيعي اثني عشر، مش كده؟ ليش انت ما عندك ما صارت مالكش دعوة بمصر بيا أنا، أنا ثورة بتكلم عندك كشيعي اثني لما عشر، فاتت بالله عليك يا أبو محمد، يا أبو محمد أنا بكلمك أنت كراجل شيعي اثني عشر، عندك خلافة المتغلب جائزة أو رئاسة المتغلب جائزة، صح؟ ليست خلافة، أقول ليست خلافة. طيب الآن صاحب حضرتك الخلافة قلت في وسط كلام يا عم رئاسة المتغلب الخميني جائزة، صح؟ أنا قلت هي ليست جائزة أو لازمة الوجوب على جميع المسلمين. فرق بين الكلام، أنا فرق بين بسأل أبو الشخصية محمد، هي شخصية لازمة أبو الوجوب محمد ولازمة يا عم، الوعد أنا بسأل شخصية أبو والتفاصيل محمد، هي أبو ليست محمد لازمة الشيعي الوجوب. الاثنى عشر، أبو محمد الشيعي الاثنى عشر، بسألك أنت هل ترى أن الخميني كانت رئاسته صحيحة أم باطلة؟ نعم في يعني هو في وجهة نظره هو كفقيه هو أنا يرى بسألك الرئاسة أنت الخميسة بعيد وأن عن تكون صحيحة. كفقيه وغير فقيه، بسأل أبو محمد هل كانت رئاسة الخميني صحيحة أم باطلة؟ هذا يعتمد على أن أولئك الذين هم يا اخي انا متعايشة بسالك انت، قضية انا شخصية بسال شخص ابو محمد، قضية خاصة لك. بسال شخص ابو محمد، شخص ابو محمد هل رئاسه الخميني صحيحه ام باطله؟ شخص ابو محمد، بسال ابو محمد الشخص نعم الشيعي. نعم صحيحة صحيحة وفق منظار على أنه الخلافة أو الدولة الملكية التي كانت في إيران كانت دولة ظالمة وفاسدة. لما جاء السيد الخميني قام بثورة إسلامية لغى ذلك النظام الفاسد وأصبح نظام إسلامي. كان ذلك نظام علمانيا متهتكا عميلا لأمريكا وإسرائيل. ايوه، جاء نظام إسلامي بديل ليست خلافة ولكن صح، ولا قاعدة ولا ارتباط. ولكن عندك صحة رئاسته رغم انك ذكرت ان طاعته ليست كانت واجبة على كل الشعب الايراني، يعني هناك من الشعب الايراني لم ولا يبايع، وبالرغم من ذلك الرعاية قضية شخصية يا وليست حبيبي، قاعدته يا حبيبي انت وتدبير قلت لم تقل فرد بنفس الحرف، انا التعامل كاتب مع كلامك، الأفراد اسمع يا ابو البعض. محمد اسمع بقى دقيقة واحدة، انت قايل بنفس الحرف في كلامك لم تكن طاعته واجبة على كل الشعب الايراني، تمام؟ كلامك نعم ده نعم يفسد رئاسته ام لا يفسدها؟ لا يفسدها، لا يفسدها، ما له علاقة. الله اكبر كل الله اكبر، رئيس وكل حتى الخلفاء الأوائل كان هنالك معارض وهناك مؤيد. يلزم من كلامك ممتاز، هذا كانت أن الذين ممتاز اعترضوا ممتاز على خلافة أبي بكر ممتاز يلزم أن تكون خلافة أبي بكر باطلة، لأن كثير من الصحابة اعترضوا على خلافته. ممتاز. الآن هل خلافة أبي بكر كانت باطلة؟ نعم كانت باطلة. إزاي بقى؟ وبتقول قامت خلافته لأن بالبيعة، وقال علي بايع الناس الذين بايعوا أبي بكر وعمر وعثمان، فإذا كانت خلافة أبي بكر باطلة فخلافة علي أيضا بالتتابع باطلة، لأن علي قال عندك إنه بايعني القوم، إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبي بكر وعمر وعثمان، فإذا كان القوم نفسهم الذين بايعوا أبي بكر هم القوم نفسهم الذين بايعوا علي ابن أبي طالب، فكيف إذا كانت خلافته باطلة فبالتتابع خلافة علي باطلة؟ عندك رد؟ هذا إلزام مضحك، هذا إلزامك مضحك. يعني ده اعتراف المعصوم، الذين بايعوا أبي ده بكر المعصوم بذلك اعترف الإيمان بذلك، والمرجان لا ده عندك تعارض. الإمام اعترف بذلك. يعني أقبل، أنا فهمت اصبر كلامك. بس يعني اصبر 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 يعني اصبر أقبل اصبر اصبر، هل تنكر اعتراف الإمام هذا؟ لا هذا اعتراف مو صحيح. وإذا قال الإمام إن صحت الرواية أنه قال هذا لا يلزم على أنه كثير من الذين بايعوا الخليفة الأول بايع الثاني، هو هل بيقول، على أنه بيقول اهو، الخليفة هو الثاني بايع الامير بيقول، بايع الثاني؟ علي بيقول في لا نهج إله البلاغة، إلا الله. في نهج بماذا البلاغة نعيش؟ اسمع ابو محمد، علي يقول في نهج البلاغة انه بايعنا القوم الذين بايعوا ابي بكر وعمر ثم وعثمان ماذا؟ على ثم ما ماذا؟ ثم بايعوهم، ماذا؟ وإذا بايعه القوم اذا القوم ثم الذين ماذا؟ وإذا بايعوا ابي بايعه بكر القوم وعمر يعني. وعثمان هم من بايعوا علي، بطلان خلافة علي تتوقف على بطلان او ساحة خلافة ابي بكر، لان القوم واحدون باعتراف الامام عندك. هذا قياس مع الفارق، تفهم شنو معنى قياس مع الفارق؟ لا هذا معلش يسمى قياس مع الفارق. الان بس معلش انا هسألك سؤال اسهل عليك الموضوع لانك انا عارفك دخلت في الحيطة مني، هل علي بن ابي طالب اصبح خليفة للمسلمين شرعي ببيعة الناس ام لا؟ أولا
كما قلت لك انت ليش انتقلت من خلافه ابي بكر الى خلافه علي؟ ما هي دعنا نفس الاثنين دعنا مرتبطين نحكي ببعض، في موضوع خلافه ابي بكر. مرتبطين لا لا ببعض. لا لا ولكن انت عارف يا محمد، انت عارف يا انا محمد، انا بوري الناس ايه؟ بوري الناس تناقض الدين الشيعي فيك، تناقض الفكر الشيعي في شخصك. الخميني كان بخلافة الغلبة ولي أمر شرعي رغم اعتراض كثير من الإيرانيين عليه. عند الصحابة لا، الأمر بيختلف. ليه؟ لأن دينكم احنا عارفين دين المزاج. هنا أنا موافق بالرغم إن ده خلافة غلبة، واعترافك أن كثير من الإيرانيين لم يكونوا موافقين على أو معترضين على توليه السلطة. فأنت رحت جاي لأبو بكر فجبت لك كلام الإمام علي. لا 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 لا، ما هو كلام الإمام علي هورطني يا عم أشرف، وانا راجل عندي استعداد كشيعي اثني عشر اطعن في الامام علي وفي رب الامام علي اذا كان هذا الكلام يخالف الهوى عندي. عرفت انت كشيعي انا بوري الناس ايه؟ بضحك الناس عليك بس والله يا ابو محمد، بضحك الناس على اسلوبكم الساذج الرخيص. بوري الناس ازاي انتوا كالحرباء تتلونون في كل خطوه. فاذا كانت الحرباء المسكينه دي في كل خطوه حسب اللون جسمها بيتغير، فالشيعي لسانه يتغير حسب الهوى في لحظات. لا فرق ما بين هذا وذاك، سوى ان هذا حيوان غير مكلف وانت للاسف انسان مكلف. ده الفرق ما بينك وما بين الحرباء. فهمت يا ابو محمد؟ ليه انت كشيعي تحس في نفسك، في قراره نفسك كده، انك كل ما بتصدم وتخبط في الحيط تاخد على قفاك ترجع تاني تعمل مارشنير وكانك ما قلتش ولا سمعت ولا فهمت اساسا. الان انا عندي سؤال محدد يحتاج اجابه محدده بدون لف ودوران. هل كانت خلافه علي على المسلمين ببيعة الناس أم بغير بيعة الناس؟ رد. أولا أنت أخذت تكذب وتتجاوز ولا تمتلك أدب الحوار ولا تمتلك أدب المناظرة. شكرا لك، روح نام. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. مين معايا؟ شيعي من العراق. اسم حضرتك ايه يا فندم؟ محمد حسين. تفضل استاذ محمد حسين. سؤال استاذ اشرف، انت عايز تسالني؟ ايه اسال، بس انا عايز اتكلم معاك شويه يا استاذ محمد حسين اذا كان عندك وقت. ممكن؟ اتفضل، عندي وقت. طب جزاك الله خير يا اخونا والفناء. الاخ الوقت انا عايز اتكلم معاك، انت كرجل شيعي عشت في مجتمع طبعا. شيعي، نشأت في مجتمع شيعي، تربيت في مجتمع شيعي، هل ترى حقا استاذ محمد حسين ان احنا لو جاوبناك كشيعي مثلا عن مشكلة الخلافة ومشكلة الإمامة ومشكلة العصمة، هل من الممكن انك تفكر ان التشيع ده باطل في يوم من الأيام؟ استاذ اشرف، يعني عمري 60 سنة. نعم، عمر 60 سنة وعشت ويا الشيعة. أنا شيعي، يعني من ولادتي أنا شيعي. تمام. فبس أنا دائما أعارض وياهم، دائما أعترض عليهم، لأن أنا أرجع للقرآن الكريم ولا أرجع للولاية. ترجع للقرآن الكريم ولا ترجع للولاية، بمعنى أن كل عقائدك تستنبطها من القرآن الكريم. طبعا، لان اعتبره هو المنبع الاول، القران هو منبع التشريع. طب ايش رايك في الشيعه استاذ محمد حسين اللي اليومين دول بيتبجحوا، واعذرني في اللفظ، بان القران الموجود غير صحيح وان هناك قران اخر مع المهدي، ووصلوا لمرحله من الغلو قالوا بالوهيه اهل البيت وان الامام خلق الكون والامام خلق كذا والامام خلق كذا. ايش رايك انت يعني بهذا الكلام؟ والله أنا دائما أتكلم معهم، دائما هاي صار لي 40 سنة أتكلم معهم. هم ملتزمين بكلامهم، يعني ما يغيروا، يقول لك إحنا الولاية صحيح، يعني السيد هذا هو الشيء الصحيح. القرآن أعتقد يمشون. نعم، يعني النهاردة أنا بسأل نقطة مفصلية يا أستاذ محمد حسين، هل ترى أن أصحاب العمامات أضلوا عوام الشيعة؟ طبعا أضلوا، لأنهم مستقلين، هذا دينهم ممتاز ممتاز. ولذلك أنا لو طرحت سؤال اليوم وقلت يا شيعة لماذا عطلت أحكام في الدين ولم يعطل الخمس
والذهاب إلى المراقد. هل هيقدر الشيعة يجاوبنا أستاذ محمد حسين عن هذا السؤال؟ أستاذ، بالنسبة للخمس هم مستفادين من عدة مليارات دنجي، نعم، ومستفادين يتنازلون على الخمس وهو نعم صحيح، مليارات، أنا متفق معاك إن مليارات تأتي إليك. طيب، وإلى متى تظل على هذا التشيع يعني أستاذ محمد حسين، بالرغم إنك ما تعرف إن هذا المعتقد فيه من الضلال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت يعني؟ أي. إلى متى تستمر في هذا المعتقد؟ ما استمر، أنا أناقش عن نمشي الصحيح، بس أهديهم حتى أن يهتدون في يوم من الأيام، يهتدون، لأن يقولوا لي الصلاة، أنت ليش الصلاة آدم تسويها غور ولا ليش الصلاة إيه؟ الصلاة مالها؟ من أنا أصليها الظهر والعصر بأوقاتها صحيح، فهم يعترضون عليها، يقول ليش تصليها بأوقاتها؟ لازم تصليها تدمج الظهرين والعشرين. طيب، هو دلوقتي لو انا دايما بقول للشيعة، عملت حلقه عن اوقات الصلاه عندي في القناه، ووريتهم ان الامام قال خير الاعمال الصلاه على اوقاتها، وان الامام بين ان صلاه الظهر وصلاه العصر تم وصلاه المغرب وصلاه العشاء كل منها له وقت معلوم يصلى فيه، هل الشيعه اخذت بكلام الامام استاذ محمد حسين ام اخذت بكلام المراجع؟ هو ده السؤال. وهل ورد عن الإمام إنه كان يصلي الصلاة دائما جمع؟ يعني هل ورد في المعتقد الشيعي إن الصلاة كان يجمعها دائما الإمام في الدين الشيعي الاثنى عشري؟ هو ده السؤال. كذلك كشأن الإيه؟ شأنه كشأن أمور كثيرة في العقيدة قلد فيها الشيعة المراجع وتركوا أهل البيت. فأنا بنصحك أستاذ محمد حسين أن تترك هذا الفكر، فأنت عمرك اليوم 60 سنة، وماذا بقى في العمر وأنت تعلم أنهم مجادلين فقط في باطل؟ فتوجه إلى الله مسلما حنيفا موحدا، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت. ولا أنا كلامي غلط أستاذ محمد حسين؟ لا، كلامك صحيح، كلامك صحيح. نعم، تفضل إذا كان عندك طلب أستاذ محمد حسين، كنت بتقول لك سؤال من بداية البرنامج، تفضل. السؤال هو اللي محيرني يعني دائما، إنه الوضوء نعم، الوضوء هو غسل الرأس والقدمين كما يقول في القرآن، غسل مسح الرأس والقدمين. نعم، لماذا نغسل القدمين؟ لماذا ايش؟ نغسل القدمين لأن القرآن جاء بذلك والسنة جاءت بذلك. القرآن يقول مسح الرأس والقدمين. اقرأ الآية كده بعد إذنك. اي تفضل اقرأ الآية. اغسلوا وجوهكم، ايوه، وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. اقرأ الآية دي للأستاذ الفاضل بعد إذنك. طلع الآية قدامي أستاذ محمد حسين بعد إذن حضرتك. ما موجودة، أعتذر. اسمع يا أستاذ محمد، بيقول لك إيه؟ الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولا وأرجلكم هنا بقى، تمام؟ تيجي نبص كده لنقطة مهمة، وأرجلكم منصوبة ولا مجرورة؟ ها، منصوبة، يبقى تعود إلى الغسل أستاذ الفاضل. فاغسلوا وجوهكم منصوبة وأرجلكم منصوبة، فتعود إلى الغسل. أما لو جاءت بالكث، تمام، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكث، لكانت تابعة للمسح. واخد بال حضرتك ازاي؟ طيب، هنا لو رجعنا لمحل الكلام عن الإمام،
ممتاز. لو رجعنا للإمام، ممتاز. هل الإمام أمر بغسل القدمين تمام أم تمام. لا؟ أنا كان عندي لا أمر. عن الإمام إنه كان يغسل القدمين تمام. بسم الله، تمام. غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما. أجيبها لك بس ثانية واحدة عشان برضو نتكلم بالدليل والمصادر يعني. ممتاز. وده جبته للشيعة الاثنى عشرية في حلقة الوضوء برضو أستاذنا الفاضل، لو عايز ترجع لها. ممكن ترجع لها إن شاء الله تعالى، بس أنا هحاول أجيبها لك دلوقتي عشان أطلعها لك. بسم الله، عشان برضو بكل حاجة بالدليل وبالبرهان، عشان الشيعة اللي تخش عايزة تسمع، عايزة تشوف، عايزة الأدلة تمام. تمام. تبقى كل حاجة إيه قدامها بالدليل. بسم الله الرحمن الرحيم. آدي كتاب الغراق الثقفي في الجزء الأول صفحة 244 245. عن الإمام يقول، جبالك على الشاشة ثانية واحدة. آدي جاء أيضا في مصادرك الوسائل للميرزا النوري. آدي كده على الشاشة إخواننا الأحبة كما تظهر لكم. آدي نقل عن كتاب الغراق لمحمد بن إبراهيم الصقفي في كتاب الغراق، قال: فإنه من تمام الصلاة اغسل كفيك 3 مرات. آدي المصدر من صدرك الوسائل الميرزا النوري الجزء الأول صفحة 305. واغسل وجهك 3 مرات، ثم يدك اليمنى 3 مرات إلى المرافق، ثم يدك الشمال 3 مرات إلى المرافق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى 3 مرات، ثم اغسل رجلك اليسرى 3 مرات، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل هذا. يبقى إذن بالقرآن الكريم وبكلام الإمام أستاذنا الدليل وارد بالغسل، ولكن مين اللي هو ناقد هذا الكلام؟ هو هنا الفكرة في المعتقد الشيعي أستاذ الفاضل، أن كل ما يخالف القرآن ويخالف أهل السنة والجماعة يفعله الشيعة الاثني عشري. هو ده المعتقد الشيعي قائم على ذلك. تريد أدلة في أمور أخرى في نفس الموضوع؟ أنا تحت أمرك أستاذنا الفاضل أستاذ محمد نعم، حسين. شكرا تمام؟ شكرا شكرا، طولت عليك. شكرا. لا بالعكس، أنا النهارده مع الشيعة، كل حاجة بالدليل وبالبرهان، السؤال مفتوح، ولكن هل هذا سيغير فعلا في فكر الشيعي بعد السؤال؟ هو ده المطروح أستاذ محمد حسين. هل سيغير في الفكر لا الشيعي؟ مستحيل، لا مستحيل. يقول قافلين، قافوا سب الشيعي، قافوا. الله المستعان، نسأل الله أن يهديهم للحق. شكرا شكرا جزيلا. شكر لله يا طيب، جزاك الله كل خير. شلونك استاذ اشرف؟ الحمد لله، تفضل معي. معك محمد من العراق. شيعي ولا سني يا محمد؟ من شيعة علي بن أبي طالب. نعم. حضرتك من شيعة من؟ من شيعة علي بن أبي طالب. ما الأمر الذي نصرت فيه علي بن أبي طالب بقول أو بفعل أو بعبادة؟ تفضل. نعم. ما الأمر الذي نصرت فيه الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه بقول أو بفعل؟ تفضل. صوتك ما مسموع. بقول لك، أنت بتقول إنك من شيعة علي، يعني من شيعة علي يعني إنك نصرت علي بن أبي طالب، ما الذي نصرت فيه علي بن أبي طالب بقول أو بفعل؟ أحسن، جزاك الله خير. نحن نصرنا. لا أنت، أنت مالكش نحو بنحن دي كتير يا عمي، يا عمي نحن دي كتير، انا بكلم انت. انت ما الذي نصرت به علي بن ابي طالب بقول او بفعل شيء؟ انا نصرت علي بن ابي طالب ونصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك. اعطيت رسول الله وقال يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي، انا بسالك سؤال. انت تدعي انك من شيعة علي، اي الذين نصروا علي ومناصري علي، ما القول أو الفعل الذي نصرت به علي وهو ملموس؟ تفضل. أستاذ أشرف ليش تعصب؟ أنا مش معصب، بفهمكم السؤال 50 مرة وتفهموش يا راجل. نعم.
انا جاي اجيبك استاذ اشرف، جاي اجيبك. جاوبني. تفضل تفضل افتح بياناتك قبل ما تفتح تفضل. عزيزي. الله سبحانه وتعالى يقول اسمعني. انت تقول كيف نحن والينا علي بن ابي ما قلتش وليت والله، ولا تحدثت في ولايه ولا تحدثت في بطيخ. انا سالتك سؤال، بتقول انا من شيعه علي، فسالتك سؤال، ما الامر الذي نصرت فيه علي بقول او بفعل؟ ده سؤالي. نعم، عندما واليناه وعادينا ما عاد علي بن ابي طالب معاويه والذين حاربوا علي بن ابي طالب وقاتلوه في يا عمي انا بسالك، انت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ انت عملت ايه لعلي؟ نعم انت تتحدث عن شخصك. تحدث عن شخصك. اللهم والي من والاه وعادنا. تحدث عن شخصك. انا بسالك سؤال، ما الامر الذي نصرت فيه الامام علي بقول او بفعل؟ ما تحديش اي قصه. انا بسالك كشخص. اسمه محمد، انت عملت ايه؟ استاذ اشرف، شوف، اول شيء هذا الانسان يثبت عقيدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عن زمنه، بس الطين ما جاء تكلم، الطين ما جاء تكلم يا عمي. انا دلوقتي انت لم تقل انك من شيعه الرسول، بل ذكرت انك من شيعته علي، تمام؟ انت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت لنا عقيده وقال احنا وعاد من عاداه. يا اخي يا استاذ محمد، يا استاذ محمد صوتك بيقطع، صوتك بيقطع، اعدل الصوت عندك. حضرتك بتقول ان النبي يا عم اصبر بس عليا، الله يصلح حالي، اهدى عليا. هل عاد الحسن معاويه وهو معاويه عاد علي؟ نعم، كل الذين قاتلوا علي في طاقه نصب نصب. سؤالي اجب، هل الحسن والحسين عادوا معاوية الذي عاد عليه كما أنت تقول؟ نعم، أرجع إلى كل المصادر تجد أن علي بن أبي طالب والإمام الحسن والإمام الحسين. أنا مرجعش، أنا بسألك سؤال تجاوبني على قدر السؤال. أنا سؤالي واضح، شوف بسيط، هل الحسن والحسين عادوا معاوية الذي عاد عليه كما أنت تقول؟ تريدها مناظرة، تريدها حوار، تريدها أخذ عطل، شو تريدها؟ أنا شوف سؤالي واضح، جاوب على قدر سؤالي. الأشب أول شيء، هل وضع أول شيء علي بن أبي طالب، هل وضع يده بيد معاوية؟ هل معاوية بايع علي بن أبي طالب؟ الله المستعان. يا عم أنا بسألك في الحسن والحسين، مش أنت تقول والي من ولاه وعدي من عاداه وبتاخد بالأمر ده؟ سؤالي بسيط، ما تلفش وتدور زي النحلة. آخر مرة، هل الحسن والحسين عادوا معاوية الذي عاد عليه كما أنت ذكرت؟ لا 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 أبد. كيف الإمام حسن الحسين والي معاوية هو الذي عاد؟ سؤالي أبسط من البساطة، لكن رد مش هيرد. كيف كيف كيف, كيف؟ رد مش هيرد. هو الشيعي مش هيرد، هو الشيعي كان داخل حافظ أنا من شيعته علي. طب إيه الأمر اللي نصرت بيه علي؟ معرفش، أصل ولي من ولاه وعدي من عدا، دخلت له في عدي من عدا ولي من ولاه، عمل نفسه عبيط كأن يعني ما شاء الله عليه. اللي بعده. حاضرين معايا؟ ياك يوسف من العراق. يوسف شيعي طبعا. يوسف الحمد لله شيعي. بأن اليوم يا يوسف 7 أيام مروا على أنك ستأتي بدليل أن السيستاني صلى الجمعة. فين الدليل يا يوسف؟ نعم، كل ما تنزلني ما أعطيك الدليل. إلا تخليني أكمل وياك. والله بجد. بأسلوب جميل. بجد والله. والله بجد. كل ما تنزلني ما أديك نعم. دليل. شوف أكتر كائن نعم. المهم يوسف. يوسف حالياً. يوسف عارف إنه كذاب. وعارف إنه ما عندوش دليل. وعارف إنه بيكذب على نفسه. وبرضه بيتصل. يعني شوفوا إخواننا الأحبة. هو الإنسان ما بيتكسفش من كذبه، هو الكائن الشيعي زي ما أنا قلت لكم. وادي يوسف أكبر دليل قدامنا. ممتاز. كل ما تنزلني مش هديك الدليل. طب يا يوسف اسيبك على الخط قد ايه عشان تجيب لي الدليل قدام المشاهدين؟ طبعا انت امام المشاهدين وقاعد تفترى علي وتكذبني امام الناس. يا يعني الناس كلها عارفه انك كذاب، مش انا اللي بكذبك. انا بسالك سؤال، اسيبك قد ايه على الخط؟ اسيبك قد ايه على الخط؟ تكذبني امام الناس. اسيبك قد ايه على الخط فاتح مع الخط مفتوح عليك عشان تنزلني الدليل بتاع السيستاني؟
تحب اسيبك قد ايه على الخط؟ نعم انا اصعد وياك بس انت ما تخليني اتحدث، تقاطعني دائما. ما انا هقاطعك طول ما انت ما بتجيبش دليل، طول ما انت على بتلف موضوع وتدور. معين حتى الان تطروحات الان الان تطرحها الان ما الان تخلي شخص يحاورك. الان الان سؤالي واضح، عندك دليل ان السيستاني صلى الجمعه فيديو زي ما انت قلت؟ هسه احنا في موضوع العلماء يعني مش موضوع السيستاني دلوقتي حاليا. طيب لا الان موضوع سيدي خلاص حاضر، السيستاني نخرجك من الموضوع ده. من المراجع الذي يستحق الان قياده الامه الاسلاميه؟ مين عندك يا يوسف؟ نعم العلماء هم ورثة الأنبياء وطريقهم طريق واحد، حبل ممدود من السماء، هذا أول شيء. يوسف اقف اقف يا يوسف، يوسف اقف علم عليم. اقف يا يوسف اقف، مين هم العلماء في دينك يا يوسف؟ نعم نعم يعني أعلم الموجودين هو أني المقلد جاي أقلده. ركز يا يوسف، ركز يا يوسف في سؤالي. قدس الله يوسف، يوسف ركز في سؤالي. قال إني أعلم الموجودين، ما بيركز في مشارق الأرض ومغاربها، من الأحياء والأموات، ومن قبلي ومن بعدي، ولا يأتي شخص أعلم مني. مين هو ده؟ السيد محمد، محمد صادق الصدر. يعني أنت ترى أن محمد صادق الصدر هو أعلم المراجع الذي يستحق أن يقود الأمة، صح؟ نعم، ولا يأتي من قبله ولا من بعده. ممتاز، أنت الآن ضربت كل المراجع الموجودين عرض الجدار، ده رقم واحد. رقم اثنين يا يوسف، لا. أنا هو أعلم الموجودين، الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فوق كل ذي علم عليم. طب اسمع بس الله يوسف. اسمع جميع يوسف. العلوم. اسمع يوسف، اسمع، محمد صادق الصدر نعم عنده جميع بصراحة. العلوم؟ نعم. متأكد؟ نعم متأكد. طب ممكن يعني علي عنده تأليفات، قول قول ايه هي العلوم التي يملكها؟ يلا كثيرة. اتفضل، زي ايه؟ قول العلوم التي يملكها محمد نعم. صادق كثير ألف. الصدر. أولا ألف موسوعة الإمام المهدي عليه السلام 5 أجزاء، نعم، لا توجد أبدا لتأليف شخص، تاريخ الغيب الصغير وتاريخ الغيب الكبير، أيوة، والكتاب يوم الموعود بين المفكر المادي والديني، ومن وراء الفقه، وفقه الأخلاق جزئين، وفقه الفضاء، نعم، وصراط القويم، ومناسج الحج، وكتاب الصلاة، وضوء على ثورة الحسين عليه السلام، وباحث في كتاب الطهارة، وكثير من هذه البحوثات. تعال ناخذ كتاب ثورة الحسين. نعم هذه قليل. اسمع قليل بس، قليل. اسمع اسمع يا عم، اسمع اسمع. تعال ناخذ كتاب ثورة الحسين، ولكن أنا مش موضوعي، ولكن أنا هسألك سؤال. ما رأي المرجع الصدر في أن الحسين هل قام بثورة أم دعي إلى ثورة؟ أنت سألتني سؤال وأنا جاوبتك عليه، لا تدخل في. مش أنت قاري كتب الراجل ده ولا ما قريتهاش؟ إحنا عايزين نعرف رأي الصدر إيه؟ نعم، أدخل في كتابه وموسوعته. يعني أنت حافظ مش فاهم. طيب، أنا في عبارة أنت قلتها في الأول أنه من العلماء، صدق، هل محمد الصدر هذا من العلماء؟ أعلم الموجودين. بقول لك من العلماء، شوف رفض العلماء هو. نعم هل... نعم نعم. من هم العلماء في دينك عن أهل البيت؟ الأولياء. ها. نعم. من هم العلماء في دينك عن أهل نعم. البيت؟ شلون يعني؟ إيش تقصد بها يعني؟ العلماء، من المقصود بالعلماء في عن أهل البيت؟ أهل البيت عندما تحدثوا عن العلماء، من قصدوا بالعلماء؟ أنا حدثت وياك. أما العلماء الأساسيين الذي ذكرهم القرآن هم محمد وآل محمد، ومن بعدهم العلماء ورثة الأنبياء. تعرف أن دينك بيقول أنه الأئمة قالوا نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون؟ نعم هم العلماء. وشيعتنا المتعلمون. نعم. يعني لا يوجد لفظ عالم عندك المفروض يطلق، أهل لا يوجد لفظ يطلق على أحد من المراجع بكلمة عالم، لأنه متعلم وليس عالم. طيب انت رايت ان صادق الشعر نعم اذا تعلم ليش الشيعه بقى لم تجتمع على صادق الصدر، على صادق الصدر اللي يقود الامه؟ هذا السؤال، لماذا لا اجتمعت الامه؟ ليش ما اجتمعت في زمانه، في زمن الطاغيه صدام؟ يا ابني ما تتكلمش في السياسه عشان ما اقفلش في وشك واديك على قفاك، خليك بس اتكلم في الدين. لماذا لم تجتمع الأمة؟ يعني ما كانش والخوئي كان فين؟ سنة سنة سنة. لكن الطاغية صدام قتله في زمانه. والخوئي كان فين؟
مات يا اخو يا عمي، جاي احكي لك انا على محمد الصدر. ما كان اخوي موجود في زمانه، انت ناسي ولا كان مرجع ايضا؟ اترك جميع العلماء، انت سالتنا على العالم مالتي محمد الصدر، قلت له خرج في زمانه. في زمانه صدام الملعون. شوف برضو اللي ادبك، شوف اللي ادبك وكزرتك، شوف اللي ادبك وكزرتك، لازم عشان اقفل في وشك تسيء. طيب هل اجتمع الشيعة في ايران، ما انا عايز اسأله، وفي العراق وفي السعودية وفي لبنان على قيادة محمد بكر الصدر؟ كذاب، مش هيطلع دليل. يبقى اذا اول واحد شيعي عندنا تحمس لمرجع ميت اساسا مش موجود على الخريطة، قال لك هو المستحق لقيادة هذه الأمة، يوسف الكذاب ولا أباطرة الشيعة يتساقطون الواحد تلو الآخر؟ إننا الأبطال موسى. هؤلاء من يلقبون نفسهم بالأباطرة بأقحاح المحاورين، أين أنتم اليوم؟